15% من الناس تعرضوا لنوبة هلع في مرحلة ما من حياتهم. بحس حالي إني دايخة، أول مرة بحس بهذا الشعور، بحس إنه رح يغمى علي ونبضات قلبي بتصير بتزيد كتير، ما بعود بقدر أتنفس وبصير برجف كتير كتير. أول مرة حسيت بهذا الشعور فكرت إنه هو شيء عادي، بس بعدين وقت تكررت القصة رحت على الدكتور مختص أكتر، فهو خبرني إنه أنا معي شيء اسمه نوبات هلع. نوبة الهلع هي خوف، نوبة من الخوف الشديد والقلق العالي يلي بيصيب الإنسان من غايب علمه كما بيقولوا. فجأة طب غم صار معه هاي النوبة. قديش نسبة الناس بتعرضوا لنوبة هلع بمرحلة من حياتهم؟ 15% من الناس بتعرضوا لنوبة هلع في مرحلة ما من حياتهم. تعالجت عمدة 6 أو 8 شهور. أول 3 شهور كانوا كتير صعبين بالنسبة إلي، الدواء كان له أثار جانبية، بصير معي اضطرابات بالمعدة ونقص وزني كتير وفقدت الشهية، صرت نام وحس حالي عطول حاختنق اطلع برات البيت وامشي. هلأ عالدواء تحسنت كتير ومشيت أموري، بس فجأة وقت بسمع قصة بتشبه القصص اللي صارت معي أو قصص عن الأطفال بالحرب وهيك، بحس إنه بضيق نفسي وتجيني الحالة. بعد الحالة بحس بفترة اكتئاب وبصير في أعراض كتير بتتكرر، خفقان بالقلب، غثيان، اصفرار، بصيروا ينملوا أصابع إيدي ورجلي، بحس ما عاد أقدر أوقف على رجلي وإنه حيغمى علي، بس أنا ما يعني ما بدي يغمى علي، بحاول إني ضل صحيانة وما بقدر، بفقد السيطرة. كل ما بحس إنه الحالة رح تجيني بصير بحاول فكر بشيء إيجابي، بس ما بيمشي الحال. دائما المشافي هي بالنسبة إلي عنصر سلبي وبتخلي حالتي تزيد. علاج نوبة الهلع هو نوبة الهلع قديش بتضل؟ بتضل بحدود بين دقيقة للعشر دقائق ممكن يضل، بس قديش بدها لحتى تروح؟ بدها بين 20 لـ30 دقيقة لحتى الإنسان يرتاح منها. علاجها ما هو حب الدواء وخلص خلصنا، لا، علاجها هو أول شيء يعني اقتناع الشخص بأنه هو في عنده مشكلة بده يتعامل معها، اقتناع الشخص بأنه هو أو رغبته في أنه يخلص من هاي التظاهرة. العلاج بيكون بالشرح عن شو هي نوبة الهلع، ليش بتصير، كيف بتصير، ليش بتصير، شو أعراضها، كيف نتعامل معها لما بتصير. الشخص بده يكون في عنده قابلية لحتى أو يكون متعاون مع العلاج أو المعالج لحتى نوصل لنتيجة. هلا ممارسة النشاط البدني المنتظم مثل ما نحن شايفين هون بالحدائق في كتير أدوات ممكن الشخص يستخدمها لحتى يمارس هذا النشاط البدني المنتظم لحتى ما يمل. هالأدوات هي بسيطة أو حتى خلينا نقول متوافرة، حتى المشي بالمكان نفسه، مكان اللي فيه خضار، فيه مناظر مريحة للنفس، بيساعدنا على أنه نستمر بهذا النشاط البدني أو نعدل سلوكنا اللي هو من نظام حياة خمول أو كسول إلى نشاط نمط حياة نشيط.